السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. قيادات معارضة تنتقد عدم السماح للغد بالترشح للانتخابات، وحزب إناد يعلن التمسك به كمرشح شرفي. ذوو وأهالي المعتقل المترشح للانتخابات التشريعية محمد الشيخ يطالبون السلطات الموريتانية بالإفراج عنه. الإفراج عن السيدة الأولى السابقة بساحل العاج بعد 7 سنوات من الاعتقال بتهمة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. اتهم سيد أحمد الغدة شقيق السيناتور المعتقل محمد الغدة السلطات الموريتانية بالتدخل من أجل منع ترشح شقيقه. وقال الغدة خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط إن تحريك ملف السيناتور تقرر بعد إعلانه الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، وإن الهدف من ذلك هو منعه من دخول البرلمان القادم. لأنه مجرد تم إعلان الترشح مباشرة قررت السلطة تحريك الملف من جديد لكي يتم منع الترشح وتوقيفه حالا في المهد، حيث لعنهم مباشرة بعد إعلان السيناتور للترشح ردوا الملف القاضي التحقيق من جديد، رغم أنه كان موقف منذ ما يقارب 9 أشهر. وكذلك تم برمجة جلسة متعلقة بقضية القذف والافتراء اللي عليها أكثر من علامة استفهام. السيناتور أبدى رأيه بعد وجود شاهد جديد في قضية تلفت انتباه الرأي العام، وطالب بتحقيق فيه من موقعه كبرلماني، وهذا صميم عمل البرلماني. مباشرة بعد إعلان الترشح تم برمجة جلسة في هذه القضية لياك يتم منع السيناتور من حقوقه المدنية والسياسية، ولياك يتم عرقلة دخوله للبرلمان وإسكات صوته ورده في البرلمان المقبل. هذه النقطة أساساً تركز بعد القضية السياسي البحث وتصفية الحسابات، ولعن ما فهم أي قضاء، القضاء مكرس لتصفية الحسابات السياسية. قال المحامي ونائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية محمد محمود اللمات إن السيناتور محمد الغد ليس مداناً حتى الآن، ولا يجوز إطلاقاً منعه من الحصول على شهادة السوابق العدلية، واصفاً منعه منها بالظلم. وأضاف ولمات خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات طرف في القضية، ويجب أن يكون لها صوت فيها. أنا الدستور يكرس المبدأ الإنساني والمبدأ الأخلاقي اللي متوافق عليه الأمم كلها بشرائعها كلها، بأن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته، والإدانة لابد أن تكون بحكم قضائي حائز قوة الشيء المقضى به، وهذا ما هو خالق ضد محمد الغدة. محمد الغدة حتى الآن مثل مثلنا كاملين، ما عليه أي إدانة، وبالتالي لا يجوز إطلاقا منعه شهادة سوابق العدلية. السوابق العدلية معناها حد عنده سوابق عدلية، معناها عنده إدانة سابقة والتي قد تمتنع منه إلى عادة تلك السوابق العدلية تمنعه من, 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 من الشهادة. بحد ما قطعت عنده سوابق عدلية، ما قد أصدر ضده حكم قضائي حائز قوة المقضى به من الظلم ومن الحيف ومن تجاوز القانون، حد يمنعون شهادة السوابق العدلية اللي هي شهادة تبريز. وبالتالي هذه حلقة. الحلقة الثانية هي حلقة النيابة العامة اللي تحدث عنها الأمين العام لناد. الحلقة الثالثة هي حلقة سيني، هي حلقة اللجنة المستقلة للانتخابات. اللجنة المستقلة للانتخابات يجب أن تكون لها طرف في القضية، ويجب أن يكون لها صوت ولها طلب. اتهم الأمين العام لحزب التناوب الديمقراطي إناد سيدي وللكوري القضاء الموريتانية بعدم الاستقلالية وبالتسييس، وقال إن الدولة تسير من طرف شخص واحد ولا تحترم القانون على حد تعبيره. وأكد وللكوري أن حزب إناد قرر التمسك بالسيناتور محمد الغدة كرئيس شرفي للائحة الوطنية للحزب التي سيخوض بها الانتخابات التشريعية القادمة. ظاهرنا عن القضاء ذوك حتى كامل كان شاك عن عنده ذرة من ذي اللي قالوا الاستقلالية عن هذه القضية، عنها وضحت للأسف عدم استقلالية القضاء بتسييسه، ووضحتهم اللي عن هذه الدولة تسير
من طرف شخص واحد هو الآمر والناهي، حد باغي يحكمه يحكمه وحد باغي يطرسه، ولا فما فيها أي قانون محترم ولا فما فيها أي مسطرة محترمة. لذلك السبب ظاهرنا نحن عن بعد رفض النيابة، رفض النظام للترشيح محمد، عنا نحن كحزب عنا متمسكين به على رأس لائحتنا كمرشح شرفي خلال هذه الانتخابات القادمة. قال الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد المولود إن رئيس موريتانيا يصر على أن تجرى الانتخابات المرتقبة في ظروف وصفها بالسيئة. وأضاف المولود خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن الانتخابات المرتقبة ليست توافقية وتفتقد شروط تنظيم الانتخابات الشفافة والنزيهة. الشعب الموريتاني يشاهد اليوم أن الرئيس الموريتاني مصر على أن تجري هذه الانتخابات القادمة في أسوأ ظروف سياسية وتنظيمية. في أسوأ ظروف سياسية لأنه منع أن تكون هذه الانتخابات توافقية وأن تشارك فيها القوى السياسية كلها بما فيها خاصة المعارضة الديمقراطية في تنظيمها وفي تصورها. وفي أسوأ الظروف السياسية لأنه لا يزال يمارس القمع وحتى على المرشحين. وكذلك هذه الانتخابات ستجري في أسوأ ظروف تنظيمية لأن الجهات المعنية كلها تعترف بأن الشروط التنظيمية لهذه الانتخابات غايبة لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة. إلى شان منفصل، حيث احتج عدد من ذوي وأهالي المعتقل الموريتاني الدكتور محمد الشيخ أمام القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط للمطالبة بالإفراج عنه. وكان الشيخ الذي يرأس اللائحة الوطنية لحركة نستطيع الشبابية بالتحالف مع حزب الجيل الجديد كان قد أوقف منذ أيام، ويقول ذووه إنهم لا يعرفون أسباب توقيفه. هاي الوقفة عدنا هون الهدف منها لهنا نبين استياءنا من الاعتقال، ظروف اللي اعتقل فيها ولدنا، ولا حد الساعة له من أيام، وإحنا ما نعرف السبب المعتقل اللي هو لان حال القضاء، وطالبين من دولتنا اللي ديمقراطية وعاطية للناس كاملة حقوقها على أنها تعطينا حق ولدنا حقه فعلا إنه مترشح على رأس لائحة يمارس حقوقه الديمقراطية، وثانيا على إنه اعتقل من بين أبنائه وزوجته، هذا نفسيا مثلا ما هم هناك. احنا قاعد المهم عندنا اساسا يطلق لنا ولدنا، نختار نعرفوا على ان احنا دولتنا، نعرفوا على انها فيها العداله، نعرفوا ان مطالبين برئيسنا احنا هذه الموريتانيين كاملين، ان ولدنا هذا نجبروا اخباره وينطلص لنا صراحه، والناس كامله تبغى متعطشه على اخباره، ما لا قلبتها قاعد ترى اخباره، متعطشين على اخباره، وطالبين الناس كامله وطالبين من رئيس الجمهوريه انه يطلص لنا صراحه في أقرب وقت ممكن. هاي الوقفة وقفة غضب، ردت فعل على اختطاف محمد الدكتور محمد الشيخ، هذا المواطن الموريتاني اللي جاء إلى وطنه بدلا من يحتفي بطنه ويكبر به، عبر عن مشاعره، تم اختطافه يوم من الأيام، وما زالت أسرة الدكتور محمد الشيخ تبحث عنه، جبرت شوي من أخباره، يا غير ما ظاهر لي يليق بدولة تشدق بدل ينقالوا دولة القانون تعود تصرفاتها تخلق في الظلام. اذا هاي الوقفه لها غاضبين ويطالبوا باطلاق سراحه فورا. الدكتور محمد الشيخ انظروا اطلاق سراح محمد الشيخ والحريه الكامله له. احنا بصفنا فنانين وندافعوا عن الحريه وعن الراي العام والخاص، رغم اننا مواطنين، اخونا هذا نعرفوه، نعرفوه انه انسان طيب ولا عنده مشكله، وندوروا للحريه من فخامة الرئيس اللي رئيس عدل وعدالة. أدانت مبادرة بعثي الحركة لانعتاقية إيرا توقيف رئيسها برام للداه العبيد. وقال عضو المبادرة أحمد حبيب الله الملقب المهدي خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط أن رئيس المبادرة حصل على شهادة تبريز من طرف الجهات المعنية قبل تاريخ تقديم شكوى منه. نحن كغيرنا ندين توقيف مرشح في هذا الوقت بالذات،
ليست هناك من جهة نستطيع توجيه التهمة والإدانة إليها إلى حد اللحظة غير الجهة التي أعلنت عن تبنيها لهذه القضية وتحملها لهذه المسؤولية. لكننا كغيرنا من المتابعين لهذه القضية ندين توقيف مرشح منحته المحكمة شهادة تبريز بعد الفترة التي أعلن هذا المشتكي طرح شكايته فيها. شهادة التبريز التي حصل عليها الرئيس بيرام ولداه العبيد كانت بعد الفترة الزمنية التي ذكر هذا الأخ أنه وضع شكايته فيها بالتاريخ. والتزم المهدي بتقديم كل ما يريده الصحفي الذي قدم شكاية ضد رئيس المبادرة إذا سحب شكايته وتم الإفراج عن بيرام الداه عبيد. ألتزم ومسؤول عما أقول أنه إذا سحب شكايته اليوم قبل غد فإني ألتزم له بكل ما يريده، لأنه شخص عبر عن وجهة نظره ونحن إن شاء الله تعالى سوف نكون عند حسن ظنه. وفي الختام أريد أن أقول لأولئك الذين يحاولون التشويش على بعض مرشحي حزب الصواب أنهم لن ينجحوا في ذلك، لأن هذا التشويش لن يستطيعوا به التشويش على اللجنة المستقلة للانتخابات، لأن أداءها أثبت أنها لجنة مستقلة ذات مصداقية عالية. لن يستطيعوا التشويش أيضا على الناخبين أنفسهم، لأن هذا الاستفزاز زاد من شعبية الرئيس بيرام وكثر من أنصاره في الداخل والخارج. لذلك على أولئك الذين يحاولون التشويش بهذه الطريقة أن يدركوا أنه رب ضارة نافعة. من جانب آخر، وصف ناشطون بمبادرة انبعاث الحركة لانعتاقية إيرا خلال احتجاج نظموه أمام مفوضية الشرطة بمقاطعة الرياض اعتقال رئيس المبادرة بأنه اعتقال سياسي، وطالب المحتجون السلطات الموريتانية بالإفراج عن بيرام الذي ترشح على رأس اللائحة الوطنية لحزب الصواب. هذه القضية قضية مسيسة، يقال لا ينبلغ عن الدولة من هون، ونبلغ السلطات ونبلغ الاستعباديين والعنصريين والظلمة، أعلنهم فاشلين كيف ما فشلوا في ياسر من القضايا، فاتوا وجهها للإيراويين والإيراويات وخاصة الزعيم بيرام الداه عبيد، أعلنهم لا يفشلوا، وعن هذه الناس الواقفة هون ومطالبة بإطلاق سراح بيرام كيف ما طالبوا بها بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، عنهم لا يتم مطالبين بها وعنهم لا يواصلوا عملهم، وطالب جميع الإيراويين والإيراويات في إيرا وحزب الصواب على أنهم يواصلوا عملهم ويواصلوا مسيرتهم النضالية وأعلنهم النجاح، والنجاح إن شاء الله بإذن الله تعالى. وشكرا. ناقش منتدى بيت الحكمة خلال ندوة نظمها في العاصمة نواكشوط موضوع دلالات ومآلات الحركتين الإسلامية والعلمانية، وشارك في الندوة المنظمة بالمتحف الوطني في نواكشوط عدد من الأساتذة والباحثين في مجالات الفلسفة والفكر. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. منتدى بيت الحكمة في موريتانيا يبحث في ندوة بالعاصمة نواكشوط دلالات ومآلات الحركتين الإسلامية والعلمانية، وقد اختار المنتدى لنقاش هذا الموضوع باحثين مهتمين بمجالات الفلسفة والحداثة والفكر، واستعرض أبو العباس أبراهام وهو أحد ضيوف الندوة الرئيسيين مقولات وطروحا يرى أنها تقود إلى فهم الحركات الفكرية، ومن ضمنها الحركة الإسلاموية على حد قوله. وأعتقد أن هذا ينير قراءتنا ليس فقط للحركة الإسلاموية وإنما للحركات الاجتماعية عموما، لأنني أعتقد أن ما قصده المؤرخ وخصوصا إذا قرأناه فيما نعرفه لاحقا في حقول فلسفة الفلسفة وعلم الاجتماع إلى آخره، فإن الحركات أو التشكل الفكري والتشكل الاجتماعي أي العصبية والتعصب يفهمان في إطار محاورة ما بينهما، ما بين العصبية والتعصب مع السلطة. سبب مرجعية النهضوية. وذهب آخرون خلال الندوة إلى طبيعة الصراع الدائر بين الحركتين الفكريتين الإسلامية والعلمانية،
والتي تنطلق من الصراع بين الخير والتنوير في مواجهة الشر والرجعية، حيث تتبنى كل من هذه الحركات مبدأ من هذه المبادئ وتحارب في الأخرى نقيضه وفق قولهم. والمقارنة والمقابلة تجعل المتلقي أو القارئ يعتبر أن بعض أطراف هذه الثنائية يمثل الحق كامل الحق والخير كل الخير، والطرف الثاني يمثل الشر الذي لا شائبة فيه، أو على العكس أن البعض يمثل التنوير والعقلانية والطرف المقابل يمثل الظلامية والتفكير الرجعي، وأنها أصبحت علمانية. مسار حديث ضيوف بيت الحكمة توصل إلى استطراد مقولات لمفكرين تتساءل عن هوية الحركات الإسلامية وعن علمنة من الداخل تشهدها هذه الحركات منذ انطلاق ثورات الربيع العربي. لأننا إذا نظرنا تفحصنا التيار الإسلامي نجد أنه مواقفه على الأقل تجاه الحداثة تجاه العلمانية مختلف، لأنه إذا نظرنا إلى بعض الباحثين مثل المغربي المراكشي مثلاً الذي يتكلم عن العلمنة من الداخل، يتكلم أن الحركات الإسلامية في العالم العربي ما بعد الربيع العربي كلها أصبحت علمانية، إما أنها تلصلت من جزئياً من الدين أو ستتنصل منه كلياً وأنها أصبحت علمانية. يأتي تنظيم هذه الندوة بحضور مؤيدين للحركتين وسط سجالات تعيشها مواقع التواصل الاجتماعي منذ بعض الوقت بين مؤيدي الحركات الفكرية المختلفة، والتي من أبرزها في موريتانيا الحركات الإسلامية والقومية إضافة إلى العلمانية واليسار. إقليمياً، أفرجت السلطات في ساحل العاج عن السيدة الأولى السابقة سيمون غباغبو بعد اعتقال استمر 7 سنوات، حيث كانت توجه لها تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويأتي الإفراج عن سيمون غباغبو في وقت لا يزال فيه زوجها الرئيس السابق للبلاد لوران غباغبو يحاكم أمام الجنايات الدولية بذات التهم. وكان الرئيس الإفواري الحسن وترى قد أعلن عفوا رئاسيا عن 800 معتقل في قضية أزمة الانتخابات الرئاسية لعام 2010. ونختم بهذا الخبر، حيث أعلن الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا عن اختياره وزير الداخلية السابق إيمانويل رمزاني شاداري مرشحا للائتلاف الحاكم في البلاد للانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها شهر سبتمبر القادم. ويمنع الدستور الكونغولي الرئيس الحالي من الترشح لمأمورية ثالثة، وقد أعلن عن اختيار مرشح خلف له ساعات قبل إغلاق ملف الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. نهاية النشرة، وقد تابعتم فيها. قيادات معارضة تنتقد عدم السماح للغدة بالترشح للانتخابات، وحزب إناد يعلن التمسك به كمرشح شرفي. ذو وأهالي المعتقل المترشح للانتخابات التشريعية محمد الشيخ يطالبون السلطات الموريتانية بالإفراج عنه. الإفراج عن السيدة الأولى السابقة في ساحل العاج بعد 7 سنوات من الاعتقال بتهمة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. الواحدة والنصف تتابعون إعادة حلقة من برنامج المشهد تناقش موضوع أسباب اعتقال رئيس مبادرة إيرا برام اللعبي في أمان الله.